رحمة للعالمين. تشاهدون الآن أصحاب السبت مع الدكتور محمد جلاء إدريس في ضيافة أحمد غالي. لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم أصحاب السبت، لنجيب أيضا في هذه الحلقة في هذا الجزء الثالث عن أسئلتكم التي وردت إلينا عن طريق الرسائل أو عن طريق التي وردت إلينا عن طريق موقع القناة، أو تلقيناها من حضراتكم عن طريق اتصالاتكم في حلقاتنا الماضية، لنجيب عليها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. حياكم الله. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، احنا في الحلقات الماضية تكلمنا عن كثير جدا من الأسئلة التي وردت إلينا وأجبنا عنها. كان آخر سؤال ورد إلينا في الحلقة الماضية وتكلمنا عنه، اللي هو بخصوص مولد أبو حصيرة، والدكتور تكلم في هذا الأمر باستفاضة وبين على حسب كلامهم من أين أتى أبو حصيرة هذا إذا كانوا صادقين في دعواهم وفي كلامهم، وبينا أن المنظمات عندنا في مصر سواء كان المجلس المحلي لمدينة لمحافظة البحيرة أو المحكمة الإدارية بالإسكندرية قالت ببطلان هذا بإيقاف هذا المولد، كذلك وزارة الثقافة اعتبرت هذا المكان تابع للآثار الإسلامية، لكن كل هذا ضرب به عرض الحائط. وختمنا كلامنا في الحلقة الماضية بنقول يا أخوانا إذا كان هذا الكلام مظبوط هاتوا أدلة إن أبو حصيرة ده بتاعكم، وعندنا عن طريق الدي إن إيه ممكن نثبت هذا الكلام إذا كان ينتمي للمغرب لأصول مغربية كما يقولون أو غير ذلك، وانصدق كلامهم زي ما قال واحد حبيبنا يلموا حصيرتهم ويمشوا. النهاردة نتكلم عن بعض الدعاوى اللي بيقولوها أيضا، اللي هو الدعوة القائلة أو التي تتردد دوما، دعوة إن الأهرامات بتاعتنا، ويمكن أشهر ما قيل في ذلك دعوة بيجن لما قالها أحداث في أحداث المؤتمر الصحفي اللي كان في كارتر وكان في السادات اللي هو كان بديفيت، وقال إن أنا عاوز أسمي مش مؤتمر أو المعاهدة كان بديفيت، عاوز أسمها معاهدة كارتر، لأن كارتر عمل أعظم اللي عمله أجدادنا اليهود في بنية الأهرامات في مصر. نشوف الكلام ده هل صحيح؟ طيب، ونشوف الشبهات اللي سقوها في هذا الباب، وأستاذ الدكتور يرد عليها. منور دكتور. أهلا وسهلا. زي ما حضرتك سمعت هم دعواهم القائلة دايما إن الأهرامات بتاعتنا، إزاي نرد على هذا الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دعاوى اليهود يا أستاذ أحمد لا تنتهي. نعم. آخر شيء يعني أنا وصلتني رسالة من صديق في السعودية بيطلبوا تقريبا $100 مليار تعويض عن ممتلكات اليهود اللي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا مش عارف بعد كده يمكن يقولوا الأرض الحرم دي يعني المدني دي أرض يهودية، أو مش عارف الناس دول يعني يعني برضو ويجن كان طالبوا قالوا إن احنا عايزين أجرة العمال اللي اشتغلوا بدون أجر في بناء الأهرام سخرة، وإحنا النهاردة هنفند هذا الكلام. فأنا كان ردي لما قالوا بسيطة جدا جدا، تعالوا نتحاسب. التوراة بتقول إن هم وهم خارجين من مصر سرقوا ذهب حريم المصريين، طب الذهب وقتها ده كان يعادل كام وعمل أرباح كام، وادفعوا لنا الحساب ونتحاسب. فدول لا يعدموا يعني حيلة، وكل شوية يطلعوا لنا بحاجة كده. خلينا نيجي في القضية الأساسية اللي هي اللي جي عليها السؤال، وهي أن بني إسرائيل قد أسهموا في بناء
الأهرامات الموجودة في الجيزة. لازم عشان نجيب على يعني حقيقة هذه النقطة لابد أن نعرف متى جاء اليهود إلى مصر، أو متى جاء بنو إسرائيل إلى مصر، ومتى خرجوا منها، ومتى بنيت الأهرامات. تمام. أولا تمام، معروف جاء بنو إسرائيل إلى مصر في عهد يوسف عليه السلام، لما إيه أبوه وأخوانه وأهلهم كانوا كام، بنص سفر التكوين الخروج الإصحاح الأول الفقرة الخامسة، جاءوا إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام كانوا عددهم 70. نعم، خد بالك معايا من الأرقام الله يخليك يا زمن، كان عددهم 70 فرد، 70,000 70 فرد في عهد يوسف عليه السلام. خرجوا في عهد مين؟ في عهد موسى عليه السلام. قعدوا قد إيه من يوسف إلى موسى عليهما السلام؟ علشان أرد على الأخ اللي بيقول لي إحنا ده كلام ربنا المنزل، طب يا حبيبي شوف كلام ربنا في سفر التكوين بيقول قعدوا 400 سنة، في سفر التكوين 15-13 بيقول إن بنو إسرائيل قعدوا في مصر 400 سنة. لا. طب في سفر الخروج 12-14 بيقول 430. أصدق مين بقى؟ أصدق ربنا بتاع التكوين ولا ربنا بتاع الخروج؟ يرد عليا إذا كان يقدر يرد دلوقتي، أو يبعت رسالة نعرف هذا النص من كتبه، أهو كلام الله؟ وإذا كان كلام الله لماذا يقول مرة قعدوا 400 سنة ومرة 430؟ بغض النظر عن الفرق دوت، لكن قعدوا من يوسف إلى خروجهم في عهد موسى قعدوا 400 أو 430 سنة. دخلوا 70 واحد، خرجوا كام؟ بنص سفر الخروج قال كانوا 600,000 غير الأطفال، 600,000 غير الأطفال. تمام. يعني قول مليون. صح؟ لا يعني دايماً لا ده هما 600 زائد الأطفال، زائد الأطفال 600,000 زائد الأطفال، نقول مليون، قرب المليون. نعم. أنا عايز أخواننا بتوع التعداد والإحصاء والحاجات دي كلها يقولوا لي هل ممكن السبعين يوصلوا في 400 إلى مليون؟ صعب، صعب أن 70 واحد يبقوا في 400 إلا إذا كانوا بقى يعني أرانب في الولدة، الواحدة مش بتجيب توأمين، لا بتجيب يعني 20. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية أن أنا هنا ببص في فقرة في سفر الخروج الإصحاح الأول الفقرة الثامنة يقول ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف فقال لشعبه هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. هل الكلام ده معقول؟ ما هو معقول نسلم بصحته، مش معقول نبقى نقول الكلام ده غلط. هل وصل تعداد بنو إسرائيل في مصر في يوم من الأيام أنهم أكبر من المصريين؟ منطقيا لا، منطقيا لا، منطقيا لا. إذن هذه الفقرة دي يخرج نطاق الخدمة، دي أنا بقول على طول موضوعة أو يعني من الأشياء اللي فيها مبالغات. في فقرة تانية بقى ترتبط بالأهرام بيعتمدوا على إيه؟ في فقرة وردت في سفر الخروج الإصحاح الأول من 11-14، دي الفقرة اللي بيعتمدوا فيها على أنهم بنوا الأهرامات. تمام. بيقول إيه الفقرة دي؟ فجعل المصريون على بني إسرائيل في مصر رؤساء تسخير، رؤساء يعني عملهم أولين انفار، يعني أنت تسخر لي إيه 1000 يهودي وإسرائيلي، وأنت تسخر 100 وأنت تسخر 200، خد بالك تسخير، لكي يذلوهم بأثقالهم. فبنوا لفرعون، بنوا لفرعون إيه؟ أهرامات. شوف النص العبري أو الترجمة العربي الغلط بتقول إيه والترجمة الصحيحة بتقول إيه. فبنوا لفرعون مدينتي مخازن، مدينتي مخازن، مخازن لسه ما جتش الأهرامات خالص، في ثوم ورعمسيس، لأسماء المدينتين، مدينتين مخازن. تمام. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا أجيالهم ومرروا حياتهم بعبودية قاسية. في إيه بقى مرروا حياتهم بعبودية قاسية وسخروهم في إيه؟ في الطين واللبن، الطين واللبن وفي كل أعمال الحقل. فيها كلام عن الأهرامات؟ أبدا. نبتدي نشوف أبدا لا نبتدي نشوف. نعم. أولا ما بنوش المدينتين دول، ما بنوش المدينتين اللي بيقول عليهم بنوا مدينتي مخازن. الترجمة العربي اللي بيتعبد بيها حبايبنا
الأقباط الترجمة العربية غلط، ودي اللي بيتعبدوا بيها، ما بيتعبدوش بالعبري. النص العبري بيقول إيه؟ إنهم بنوا عريم إشكنوت. إيه عريم إشكنوت؟ عريم إشكنوت ده كلمتين عبريتين معناهم مخازن أو صوامع، أو صوامع. يبقى مش مدينتين، ده بنوا إيه؟ صوامع. الله، اللي بيأكل كده إيه؟ مرروا حياتهم في إيه؟ الطوب واللبن. لغاية النهاردة من أيام الفراعنة لغاية النهاردة، وانت يعني من البلاد اللي عندك كرة وعارف اللي بتمر عليها، واخد بالك بالطريق وانت بروح كده في الصبح كده، خد بالك بالطريق هتلاقي الصوامع مبنية من ايه؟ من كان لغاية النهاردة تبني من الطوب الصوامع مش الحديثة اللي بيعملوها دلوقتي، لا من الطوب الني بتاع زمان والحاجات دي عشان يحافظوا بيها على القمح. تمام. وفي كل أعمال الحقل، ده نص الفقرة. يعني إيه؟ كان كل أعمال الحقل زراعة القمح، حصاد القمح، الدراوة اللي احنا بنقولها، صح ولا لا؟ دي أعمال الحقل. يعني أفهم من كلام حضرتك إن موضوع التسخير اللي ذكر في التوراة كان متعلق بأعمال الحقل والأرض. ده هي الفقرة أهي، هي الفقرة بتقول إيه؟ إن بنوا بالصخرة، عملوا إيه؟ بنوا صوامع مش مدن، ما فيش ذكر الاهرامات كمان. بنوا صوامع، عريم إشكنوت معناها مخازن او صوامع. ده المعاجم العبريه اللي بتقول، مش انا. تمام دي المعاجم العبريه، معاجم اصحاب اللغه نفسها بيقولوا كده. ومرروا حياته في اعمال الطوب واللبن واعمال الحقل. اربط بقى صوامع وطوب ولبن واعمال حقل، يبقى خاصة بإيه؟ بالقمح وتخزينه. جميل. وإحنا عارفين إن سيدنا يوسف حتى في المسائل دي كإيه؟ ده أكل العالم كله قمح. تمام؟ يبقى إذن السياق ماشي يا أستاذ أحمد، ما فيهوش أهرامات ولا جت جيزة ولا ولا. أولا اللي بيأكد على الـ الكلام اللي أنا بقوله ده إيه؟ إن الإسرائيليين لو بنوا الأهرامات، وده حدث ضخم، صح ولا لا؟ تمام. الأهرامات حدث ضخم. فلو بنوا إسرائيل بنوا الأهرامات، كانوا يذكروا الطوب واللبن وأعمال الحقل وما يذكروش الأهرامات نصا؟ لا، وهي عمل عظيم بلا خلاف. دي حاجة. تمام. طيب. لا، وكان ممكن يضطر إن هم النهاردة تنقلوا في أكثر مكان، كانوا يستطيعوا إن هم يبنوا أهرام مماثلة. ما لسه هقول لك. تاني حاجة، خلينا نمشي واحدة واحدة. يبقى أول حاجة إن هم لو كانوا بنوا الأهرامات، ودي حدث عظيم، كانت ذكرت بدل ذكر أعمال الحقل والطوب واللبن. تمام. خلاص؟ نعم. تاني حاجة، هل الأهرامات مبنية بالطوب واللبن؟ بالحجارة. ها؟ مبنية بالحجارة. الطوب اللبن معروف اللي هو الطوب النيل، احنا بنسميه في الريف عندنا الطوب النيل، اللي هو من التبن والطين، التمر ده. هل الأهرامات مبنية من الطوب واللبن؟ لا طبعًا. يبقى إذن ليس هناك ما يشير في هذه الفقرة اللي قريتها إلى بناء الأهرام. طيب، لو كان بنو إسرائيل اشتركوا في بناء الأهرامات الضخمة دي كلها، فاكر لما اتكلمنا عن معبد سليمان أو هيكل سليمان؟ ها؟ بعد جاب إيه؟ جاب العمال والفنيين والأدوات البنى والحجارة وجابها من لبنان. طيب، حتى اللي بنوا المهندسين والعمال والفنيين بقى بنوا إسرائيل وعندهم خبرة في المباني، وبنوا هذه الأهرام الضخمة. تمام؟ كان هيغلبوا في بنى هيكل سليمان ويجيبوا له ناس من لبنان؟ يعني ما عندهمش خبره في المباني. اذا ده بيأكد ايضا ايه؟ والكلام ده مش من جعبتك يا دكتور، ده الكلام ده نفس ما قاله الكتاب المقدس عنده. انا الفقره وبحللها. نعم. واذا كنت مخطئ في التحليل ارجو ان يتصل بي اي احد او يبعت على موقع القناه ويقول لي انت غلطان بدليل كذا، انت فهمت كذا، انت تعرفش اللغه ديت، احنا يا عرب نفهم احسن منك في كذا، احنا نتعبد بالنص العبري. لا، انت تتعبد بنص عبري مترجم خطا. خلاص. وفهمه الإسرائيليون خطأ. نعم. يجي كمان إيه؟ لو كان الـ العبريون أو بنو إسرائيل بنوا الأهرامات، اسمها إيه؟ كلمة هرم في العبرية لغاية النهاردة إيه؟ اللي هي إيه؟ بيراميدا. بيراميدا بالعبرية اللي هي إيه؟ بيراميد بالإنجليزي. بيراميدز. نعم. يعني دخلت من الإنجليزي للإيه؟ للعبري في العصر الحديث. بقى يبنوا الأهرامات وما لهاش اسم؟ معقول؟
كانوا سامينها ايه لما بنوها؟ كانوا بيسموها ايه؟ اذا كان اسم الهرم انت واخده من الانجليزيه بيراميدا اللي هي بيراميد، يبقى اذا لو كانوا بنوا كان على الاقل ليها اسم عبري موجود عندهم في العبريه. بالاضافه الى كل اللي انا قلته ده عندي ادله جغرافيه وادله تاريخيه. طب اسمح لي بعد الاتصال. اتفضل. معالي الاستاذ اسامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام. ازيك يا طب لو سمحت صوتي بقى اعلى شويه لو سمحت. بس انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال مهم في موضوع الاهرامات بما ان حضرتك بتتكلم فيه. اتفضل. هو حضرتك بس بالنسبه لقوم عاد هل هم بناة الاهرامات ولا لا؟ والايات اللي هي بتشير اللي هم كانوا بيعبدوا كوكب الشعرى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عاد الاولى. فهل في علاقه من بناء الاهرامات بقوم عاد وكده يرجع تاريخ مصر ل 70,000 سنه مش 7,000 سنه؟ فيا ريت بس حضرتك توضح لنا الرؤيه دي، وطبعا مع حضرتك الخبير الاستراتيجي للتاريخ بمعنى اصح. ربنا يبارك فيك. بحث على النت اسمه بحث خطير فعلا، البحث ده انا قريته بيشير تماما ان كل الجثث اللي هم شافوها واللي هم لقوها عن قوم عاد واللي هم بنات الاهرامات نفسها واللي الفراعنه دول اصلا لما جم وسالوا سيدنا موسى، سيدنا موسى قالوا له ما بال القرون الاولى، فسيدنا موسى قال علمه عند ربي، لانهم هم جم نفسهم سكنوا في الاهرامات وما كانوش يعرفوا اصلا حاجه عن بنات الاهرامات ديت ولا اتبنت ازاي، وما كانوش يعرفوا غير الطين، عشان كده فرعون قال للهمان اجلي إيه على 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 الطين نار. نعم. وابني لي صرحا لعل اطلع ابلغ الاسباب. هم ما كانوش يعرفوا اصلا حاجه غير الطين، عشان كده المعابد كلها بنلاقيها اللي هي ضخمه جدا واللي هي الدخول بتاعها يشير اللي كان في ناس عمالقه بيدخلوا في المكان ده. فارجو من حضراتكم بس ان انتوا توضحوا لنا النقطه ديت، وهل البحث ده فعلا صحيح ولا لا؟ وجزاكم الله كل خير. شكرا جدا صالح. انا قرات على فكره البحث دوت وبيقول لك ارم هي حرفت الى هرم. نعم ارم حرفت الى هرم اللي هي هرم. نعم. وجايب طبعا ادله، لكن انا حقيقه يا اخي جزاك الله خير انا قرات هذا البحث طبعا، ولكن انا اتوقف عنده لان اظن ان ارم او ارم ذات العماد اللي هي الوارده في القران يعني تاريخها اسبق بكثير من بناء الاهرامات، ده بمنتهى البساطه. ثاني حاجه ان يعني لم يثبت ان ارم كانت في مصر. لم يثبت ان ارم كانت في مصر. نعم. إذن أنا أتوقف عند إبداء رأي حاسي في هذه القضية، لكني أستبعد ما جاء في هذا البحث، أستبعد ما وصل إلي، لأن شوف يا أسلام أحيانا الاعتماد على زي ما عمل كمال الصليبي ليه كتاب بيقولك التوراة نزلت أو جاءت في من جزيرة العرب، اعتمد إيه؟ اعتمد على التشابه اللغوي، التشابه اللغوي ما بين بعض الأماكن في فلسطين وبعض الأماكن في الجزيرة العربية، وقال لك دول اليهود قعدوا في الجزيرة العربية واستقروا وبعد كده راحوا فلسطين وسموا مدن فلسطين على الأسماء اللي كانت موجودة في جزيرة العرب. وبيثبت اعتمادا على الأدلة اللغوية أن التوراة نزلت على موسى في جزيرة العرب وبنو إسرائيل كانوا عايشين في جزيرة العرب. فأحيانا يا أخي الأستاذ أسامة الاعتماد على بعض الألفاظ في تفسير الظواهر التاريخية يكون مضللا إلى حد كبير. فأنا ما بقولكش، لكن أنا أستبعد هذا نتيجة الفارق الكبير. الأهرام معروف عمرها كم سنة وترتبط يعني بتاريخ مجموعة أو أسر معينة كانت بتبني المقابر، الأهرامات دي كمقابر، يعني أستبعد ذلك، لكن الله أعلم في النهاية أقول ربما يثبت صحة هذا البحث، وإن كنت لا أراه يعني مطابقا للتاريخ الحقيقي. جزاك الله خير دكتور. يعني أنا عاوزين نذكر مرة ثانية مشاهدينا الكرام، بنقول إن إحنا في الحلقة ذكرنا إن الدكتور قال إن بيقولوا إن بني إسرائيل أول ما دخلوا مصر أو أول ظروف مصر كانوا 70 فرد، وبعد كده وصلوا عند الخروج لقرابة المليون، وقال بأن هذا كلام غير منطقي، وخرجوا في عام 400 أو 430 على حسب الأسفار اللي بيقولوها، وعملوا بالصخرة، وذكرت كتب العهد القديم بأن عملهم في أرض مصر اللي ذكرت في التوراة كانت كلها مرتبطة بأعمال الحقل، وما فيش دليل واحد يقول عندهم بأنهم بناة الأهرام. ورد الدكتور من الأدلة الجغرافية لسه الأدلة تحليل النص. أنا حللت النص
بعض. طيب انا عندي ادله بقى، دليل جغرافي وعندي ادله تاريخيه. الدليل الجغرافي ان المدينتي في ثوم ورعمسيس الورده في النص ديت، دي في الشرقيه موجود اثارها لغايه دلوقتي. نعم في الشرقيه، محافظه الشرقيه. بمناسبه الشرقيه نسمع بقى، اهلا من الشرقيه. اه اهلا وسهلا استاذ اهلا، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا اهلا وسهلا. حياك الله استاذ احمد، بارك الله في ابي الفاضل الدكتور محمد. بارك الله فيك يا الله يبارك فيك. لو سمحت دكتور، اريد ان اسال على اي اساس يدعي اليهود انهم بنوا الاهرامات؟ أليسوا مؤمنين بالتوراة التي ذكر فيها هذا الكلام والذي تذكره أنت الآن؟ ثم ما سر ادعائهم لبناء الأهرامات؟ هل اليهود بهذا يرمون بجعل مصر ملكا لهم، أو على الأقل ليكون لهم حق في مصر، أم ماذا عن هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. يعني سريعا كده يا نهلة، هو طبعا على أي أساس يدعون؟ هم شعب ليس لهم حضارة، فبيحاولوا يعني يتمحكوا باللفظ كده، او يعني ينسبوا اي حضاره موجوده في العالم اليهم. فدي مساله ان هو حاسس عنده عقده النقص، ما عندوش حضاره. انا عندي حضاره بتنسب الى المسيحيين، بقول الحضاره المسيحيه وموجوده في العالم كله، سواء فنيه معماريه فلسفيه والى اخره. لو جينا النهارده نشوف ما يطلقون على الحضاره اليهوديه، سواء من الناحيه الفنيه المعماريه الفلسفيه، الاقيها انها متاخده من الشعوب الاخرى، من الشعوب ده. احنا لما اتكلمنا على نجم داوود حتى لو تفتكر، قلنا انها موجوده من قبل بني اسرائيل في بابل واشور والى اخره. فهم بيحاولوا يوجدوا ليهم تاريخ حضاره وتاريخ. نعم. ده شيء. الشيء الثاني فعلا، ما احنا يعني انا بقولها مش مزح، ده فعلا قالوا ان هيرفعوا قضيه، عايزين يرفعوا قضيه يطالبوا باجره العمال الاسرائيليين اللي كانوا شغالين في بناء الاهرام بالصخره وما خدوش اجورهم. ده طرح ده اتقال في الكنيسة الاسرائيلي، في البرلمان الاسرائيلي. فاحنا امام ناس ليس لهم حضاره، ليس لهم وجود. اصل الحضاره تيجي من ايه يا نهله؟ تيجي من الوجود، من الاستقرار. ما فيش شعب غير مستقر ليه حضاره. خلاص، دول شعب غير مستقر، هيعمل حضاره فين؟ فتاني حاجه زي ما قلت صح، ان هو ممكن بقى يدعي ان ليه ملكيه، ما ممكن يلاقي العالم كله واقف معاه وبيأكد بيأيده في هذه الدعوه ويرفعها بقى لمحكمه العدل الدوليه، وما تستبعدش ان محكمه العدل الدوليه تحكم لهم ان ليهم كم مليار علشان ايه، او ياخدوا الاهرامات يسحبوها على عندهم، او يشتغلوها بالنظام البي او تي ويستغلوها ياجروها لحسابهم، لان دول لا يعدموا الحيله ولا يعدموا الكذب. لا. تاريخ كله ده، في كتاب اسمه اختلاق اسرائيل الحديثه. اختلاق كتاب اجنبي عموما مترجم للعربي. لا. اختلاق. تمام، ووضح كلمه اختلاق يعني معناها ايه، مفهوم. لا. لا. مش خلق، لا اختلاق. احنا بنقول اختراع كده، يعني فيه شيء من افتراء. نعم. فكل التاريخ الاسرائيلي مبني على الاختلاق. طيب معايا مصطفى، السلام عليكم. طيب وبركاته مصطفى. طيب معايا الاستاذ علي. استاذ علي، الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. مع حضرتك يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. لا الله يكرمك، انا احب بس للدكتور، انا احب بس للدكتور بس عن كم عدد اليهود في مصر هنا، كم عددهم في مصر، كم عدد اليهود في مصر هنا؟ طيب موضوع الان الان هو الاعداد اصلا بعد اذن الرسول، لا العدد اقل من 100، اقل من 100 اقل فرد. اقل من 100 ده في الكنتروبولو 50 فرد على مسؤوليتك. انا قلت اقل من 100، انا قلت اقل من 100، لا اقل من 100. هو معظمهم يعني طبعا سافر او هاجر بعد قيام اسرائيل، كان في جاليه فعلا كبيره يعني. اخواننا في الكنترول وفي احصائيات فعلا موجوده بيقولوا ان هم 50 فرد في مصر، يعني اقل 100 فرد ما راحتش بعيد يعني. طب بمناسبه الكلام، كم عددهم على مستوى العالم؟ لا يصل ما بين 14 الى 15 مليون على مستوى العالم. على مستوى العالم. طب في اسرائيل لوحدها؟ اسرائيل لوحدها حوالي 4 تقريبا او 5 مليون. 4؟ يمكن 8 مليون في امريكا، والباقي في العالم ايه؟ في العالم كله. بعرب اسرائيل برضه؟ لا انا بتكلم على اليهود. اليهود الاصلي؟ من تقريبا 4 من 4 الى 5 مليون. من 4 الى 5 مليون. الى 5 مليون. جميل. نرجع انا عندي دليل جغرافي. قلت ان مدينتي فيثوم ورعمسيس دي موجوده، اتبنوا في عهد رمسيس الثاني وموجودين، اثارهم موجوده في الشرقيه لغايه دلوقتي.
إذن والأهرامات موجودة فين؟ في القاهرة في الجيزة. نعم. إحنا ما نقلناهاش. إحنا ما نقلناهاش. تمام. يبقى إيه اللي جاب بقى مدينتي في ثوم ورمسيس اللي في الشرقية ونفسرها على إنها الأهرامات اللي موجودة في الجيزة؟ يبقى إذن الجغرافيا تكذب مزاعم اليهود. تعال بقى للتاريخ. جميل. خروج بني إسرائيل زي ما العلماء قالوا، مش أنا اللي بحدد، بناء على الآثار اللي بيلاقوها والتحليلات اللي بيعملوها، تم 1220 قبل الميلاد يا زلمة، 1220 قبل الميلاد. وقعدوا كم سنة زي ما قلنا في روايتين في سفر الخروج، 400 أو 430، ضفهم لل 1220 قبل الميلاد، يبقى كام؟ 1620 أو 1650. ده تاريخ دخولهم إلى مصر، تاريخ دخولهم إلى مصر. الخروج معروف 1220، والتوراة بتقول إن هم قعدوا 400 سنة، وفي نص تاني بيقول 430، أضفها على 1220 يبقى 1620 أو 1650 حسب الرواية التانية. خلاص، ده تاريخ دخولهم إلى، يعني قبل كده ما كانش فيه ولا واحد. طيب نرجع للنقطة دي مرة تانية، بس بعد ما أخد اتصال أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله كل خير والله على هذا البرنامج. الله يبارك، ربنا يبارك فيك. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كده هم اليهود عاوزين ايه بالظبط يعني؟ انت يعني انت قول لي، انت قول لي يا ابو حميد، عاوزين هم حيروا الانبياء يا استاذ احمد. تقلعات اليوم الاهرامات المصريه، ما هو انت لو سمعت الحلقه اللي فاتت واحنا بنتكلم ابو حصيره كلام مضحك يعني، فمن جمله الكلام المضحك الكلام عن الاهرامات يعني. على ان اليهود عايزين الاهرامات. لا ده دلوقتي عايزين بياخدوها واحنا قاعدين لهم، عايزين من السعوديه دلوقتي 100 مليار دولار كمان تعويضات على يهود المدينه. طيب وماله، مفيش مشكله، احنا فاضيين عامه يعني نقعد لهم بالنبوط. انا فلوم في التحرير يا ابو حميد، بس هو السؤال فعلا هم عايزين ايه؟ بقول لك اذا كان هم حيروا الانبياء مش هيحيرونا احنا؟ لا حول الله، ده سبحان الله يعني هم عاوزين لعنه اكتر من كده يعني، من ربنا ملعونين ومن الناس ملعونين ومن كل يعني، ده طوب الارض لعينهم يا حول الله رب. هم يعني دلوقتي اخر تقليع ليهم ان هم يدوروا على الاهرامات المصريه. صحيح والله، لا احنا ندعي ربنا ان ربنا يرضى، ومش عاوزين، احنا مش عاوزين ان نبتدي بالشر، فهم ان بدوا فيه احنا مستعدين وعلى الله نبقى في سبيل الله. شكرا جدا ابو حميد على مكالمتك البسيطه والجميله، شكرا جدا. ليه جيب لهم كم واحد من موقعة الجمل يخلصوا عليهم بالجمال وال طيب معايا مصطفى من الدقهليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصطفى. السلام عليكم. يا عليكم السلام. اتفضل. عشاك الرحمه يا فندم، ربنا يبارك فيك. اتفضل يا فندم. انا كان ليا بس رايي في موضوع البحث ده، انا شفته اكتر من ثلاث. طب لو سمحت صوت تكون اعلى شويه. انا شايف يعني ان بناء الهرم نفسه، يعني لو هم بيقولوا ان هو نقل الحجاره ديت من جبل المعادي بزلاجات، الحجم ال 900 طن بتاع الحجر ده ازاي اترفع اساسا من على الارض عشان يتحط على الزلاجات دي؟ دي نمره واحد. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم. الو، معاك سامعك، اتفضل. النمره الثانيه ان مثلا هم يعني استغراق بناء الهرم، الوقت اللي استغرقوا الهرم قالوا مثلا ان هو اتبنى في 20 سنه، في 30 سنه، في 40 سنه. لو هو فعلا العمالقه اللي طولهم 25 متر اللي هم قوم عاد اللي فشوا في الارض كما ذكر في القران، يعني انتشروا في العالم ووجدوا ان فيه جسر رابط بين سريلانكا والهند بالقمر الصناعي. نعم. تمام. لو موجود مثلا 10 او 20 شخص من عمالقه قوم عاد، بيتهيألي هيبقى الموضوع سهل ان يتبني الهرم بالشكل اللي احنا شايفينه، مش هيبقى فيه وجه اعجاز. معايا حضرتك؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضل. يعني بالنسبه له الحجر اللي 900 طن ده اكنه بالظبط كده شكاره اسمنت بالنسبه لشخص عادي. واستنتاجات احنا مش بنستبعد ان قوم عادي يعملوا حاجات اعجازيه او اكثر من الاهرامات. نعم. احنا بنقول هل ثبت تاريخيا ان قوم عاد حضرتك ذكرته قد عاشوا في تلك الفتره التي بنيت فيها الاهرامات دلوقتي اي عالم دلوقتي نعم يقدر يحدد لي عمرها، معروف
ومسجل واتبنت في عهد مين، ومين ده حكم سنة كام وحكم كام سنة. فالمسألة الأهرام تاريخها معروف، كون معاد تاريخهم مش معروف، يبقى إزاي أنا دلوقتي أفسر ده؟ وجهة نظري برضو، إزاي أن أنا أفسر يعني ناس أنا ما أعرفش أو تاريخهم أسبق بكثير من الأهرامات وهم اللي بنوا الأهرامات؟ ومع هذا قلت أتوقف في الحكم، لكن أنا برضو من حقي قرأت هذا البحث ويعني أستبعده، لكن أنا لا أستطيع أن أجزم بإصدار حكم نهائي في الموضوع، لكن أنا بستبعده كقارئ لهذا البحث. أنا بقول أن يعني طيب. معايا اتصال من فلسطين الحبيبة، معايا الأستاذ السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ السيد السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أنا حابب بس يعني أشارك بكلمتين. تفضل يا فندم. احنا اخواني مش لازم ناخذ الامور ببساطه دائما بالنسبه لليهود، يعني احنا عايشين هون فلسطين مع اليهود وعارفين يعني طريقه تفكيرهم وكذا. هم بقصدوا اشياء كبيره جدا من كل فكره ومن كل نقاش بيطرحوه، يعني موضوع الاهرامات، موضوع السعوديه. صدقوني انهم هم لما بيقولوا انه احنا بدنا من النيل للفرات، هم ماشيين عن علم وعن جد للموضوع. وللأسف يا أستاذ سيد في بعض الأوقات بيوصلوا للي هم خططوا له. هلأ إحنا عنا بنقول إنه إحنا في موعد رباني لإنهاء دولة إسرائيل. نعم. وهم بيقولوا قبل هذا الموعد الرباني لازم نأخذ من النيل للفرات. نعم. فلازم نكون حذرين وما نأخذ الأمور ببساطة. والدولة نووية والأمور يعني ما هي سهلة يعني. فإحنا ما لازم نأخذ الأمور دائما ببساطة. العرب دائما يعني حسن النية عندهم وكذا، وموقعة الجمل أمور هذول يا عمي عن علم وعن تخطيط وعن دراسات علمية بيشتغلوا. بدهم يثبتوا للكرة الأرضية كلها إنه فعلا إحنا أقدم من العرب في الشرق الأوسط، إنه إحنا أحق منهم يا عمي هون. عرفت كيف؟ إنه إحنا فعلا مصر إحنا اللي بنيناها، بنينا تاريخها. إحنا السعودية طلعنا من المدينة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ إحنا كنا عايشين هون، وإحنا اليهود، وإحنا أصحاب الحق. وهذول مجموعة إرهابيين يجب إخراجهم من هذه المناطق، وإحنا إلنا الحق من نسود. وهم فعلا شغالين على إنهم يسودوا قبل الموعد الرباني اللي هم برضو بيأمنوا فيه. شكرا. جميل جدا والله، ربنا يبارك فيك. طيب استاذ السيد، لو معايا حضرتك منين بالضبط في فلسطين؟ لازم نحاربهم بطريقتهم. استاذ السيد حضرتك فين بالضبط في ساكن فلسطين؟ انا في رام الله. في رام الله. طب اخبار باب المغاربه عندكم وصلوا لحد فين؟ كيف باب المغاربه؟ هلا شوف يا اخوي، هم هذا الشيء المعلن شيء بسيط، الشيء المعلن هم يعني اللي انتم بتعرفوه شيء بسيط. المعلن بسيط، ولكن الاشي اللي هم بيشتغلوا فيه اشي خطير جدا. يعني الضفة الغربية لم يتبقى منها شيء يا زلمة. نعم. عرفت كيف؟ انت كل ما تطلع بين مدينة ومدينة في يعني مثلا من رام الله لنابلس في 50 قرية عربية، او في 100، في 500 مستوطن صار. عرفت؟ هلا هو بقول لك الاستيطان، التوسع الطبيعي، بدنا نعمل منتزه هون، بدنا نحط بيتين هون، بتلاقي في 10,000 منزل. جابوا لك 50,000 روسي واثيوبي وكذا وحطوهم واعطوهم فلوس واعطوهم حياه كريمه واعطوهم كذا. بدهم يثبتوا فعلا انهم هم اصحاب الارض، انهم دوله عظمى، انهم كذا، وهم مظلومين، والتاريخ والبشريه كلها ظلمتهم. عرفت كيف؟ فهلا احنا فعلا لازم نبقى حذرين ومنتبهين انه الجماعه هذول اذكياء جدا. هلا احنا ديننا بكلنا الجماعه هذول ملعونين، الجماعه هذول يعني بكره الحجر بنطق وبقول لك تعال اذبح وكذا، كل الاحترام. بس احنا في المرحله هاي ما في داعي نظل نخسر لحساب اليهود كأمة عربية وإسلامية، لأنه الجماعة هذول شغال. يعني أنت بجوز تستهين إنه الذبابي تدمي مقلة الأسد، هذول بيعملوها يعني بدمروا الدنيا. أنا شاكر أفضالك على المكالمة البديعة دي، وأنا مش هعلق عليها، أنا محتاج دكتور محمد جلاء إدريس يعلق على هذه المكالمة. إحنا أولا يعني لا نأخذ الأمور ببساطة بدليل هذا البرنامج. لو أننا يا أخ سيد بنأخذ الأمور ببساطة ما خصصنا هذا البرنامج لمدة عام الآن نوضح فيه حقيقة هؤلاء القوم. لا. هذه واحدة. الثانية يكون أنهم بيعملوا على تحقيق ما يقولون. طيب اللي احنا بنعمله ايه دلوقتي؟ ان احنا بنبين زيف، لان انا اقول لك يعني لما السادات قبل هذه الكلمه من مناحم بيجن، لانه لا يعرف تاريخ بلده ولا امته ولا شعبه ولا اذا احنا دورنا احنا هنا ايه؟ ده كان رد فعل السادات اثناء مقوله بيجن. نعم. هذه الكلمه.
ضحك ضحك هستيري. طيب نعم. احنا هو بنعرف بقى يمكن يطلع في يوم من الايام احد المشاهدين الكرام في مصر ويتولى حكم مصر يبقى عنده المعلومة الصحيحة، يمكن يتولى امر المسلمين في فلسطين اخ زيك يا اخ سيد بيستمع عرف حقيقة معلومة من المعلومات. فاحنا دورنا هنا اعتقد ان احنا في وقت يا استاذ سيد لا نستطيع الآن لا أنا ولا أنت ولا الأستاذ أحمد ولا نحمل السلاح ونروح نحارب، فعلى الأقل بنبين بالكلمة، بنبين بالكلمة لو دعينا لحمل السلاح اللي يقدر يحمله لن يتأخر. فإحنا هنا لا أظن أن توضيح حقيقة هؤلاء القوم هو مما يعد من قبيل البساطة في معالجة الأمور. لا لا يعد، لا يعد. لا. وأعانكم الله. بكمل بس انا عايز اكمل في اتصال ولا لا مفيش اتصال، بس نرجع مره نذكر الناس ان احنا بنرد على هذه الشبهه وهذه القضيه التي اثاروها حول بناه الاهرام بانهم اليهود. دكتور رد من الادله الجغرافيه، قال لم يثبت يعني صدق ما قالوه من الجهه الجغرافيه. تعالوا نسمع بقى الدكتور هيقول ايه من الجهه التاريخيه. حسبنا قلنا ان هم بداوا دخولهم 1620 او 1650 قبل الميلاد. نعم. طيب الأهرام، أهرامات الجيزة المشهورة دي بنيت في عهد الأسرة الرابعة 2600 قبل الميلاد. 2600 قبل الميلاد. وبنو إسرائيل دخلوا إمتى؟ 1620 أو 1650 حسب الرواية الثانية. يعني الفارق ما بين بناء أهرامات الجيزة وبين دخول بني إسرائيل من 950 ل 1000 سنة. وعلى كلام حضرتك في البداية أن قلت أن المكث اللي ذكروه على خلاف حتى على أقصى تقدير لهم في التوراة كان 430 سنة. 430 سنة يبقى جم 1650. لو شيل لو 400 يبقى 1620. تمام. طيب الأهرام اتبنت الثلاثة اللي اتبنت في عهد الأسرة الرابعة كما يذكر مؤرخون علماء الآثار. نعم. 2600 قبل الميلاد. يبقى قبل دخول بني إسرائيل من 950 إلى 1000 سنة. نعم. اتبنت أهرامات الجيزة، يبقى هم كانوا فين؟ كانوا فين؟ ما هو أنت للأسف بقول لك إن هم بيقولوا مش بيفترضوا، هم متأكدين يا أستاذ سيد وإخوة إخواتنا الكرام، متأكدين إن الشعب المصري ما يعرفش تاريخه. نعم. لا تاريخه الفرعوني ولا تاريخه الإسلامي ولا تاريخه العربي. اسأل النهاردة أي شاب يا أستاذ أحمد، اسألوا عن الأهرامات، اسألوا عن كذا، اسألوا عن كذا، ما يعرفش بنيت إمتى أو إلى آخره. دي حاجة. الحاجة التانية، تعرف الأهرامات دي عبارة عن إيه؟ مقابر للملوك. دي صورة الحفريات. بمناسبة الكلام دكتور، حتى على الأقل لو كان صادقين في كلامهم، الحفريات اللي وجدت بجوار الأهرامات وهذه بعض أجزائها لكن وجد عليها بعض الألفاظ العبرية. ده غير كده كنا لقينا واحد من اللي ماتوا سخرة. من اللي ماتوا لقينا مقبرة للعمال، مقبرة للعمال. نعم. يعني تحليل أجسامهم والحاجات دي كلها بيثبت أنهم مصريين. فتعال بقى نشوف إيه. بقولك الأهرامات دي كانت مقابر للملوك. نعم. مقابر للملوك. أنت النهاردة بتشوف ايوه دي مقابر للملك معروف، خوفو وخفره ومنقره وعندي زوسر وعندي مش عارف ايه الى اخره. الاخوان الاثريين عارفين الاهرامات اللي موجوده في مصر كلها باسماء اصحابها، دي كانت مقابر. انت النهارده وانت ماشي في مصر كلها من اسوان الاسكندريه، كل بلد بتلاقي او كل محافظه بتلاقي المقابر بتاعتها ليها شكل مختلف عن الثاني. تمام. يعني المقابر بحري غير عندنا في الصعيد. صح ولا لا؟ صحيح. المقابر هنا غير المقابر في السعوديه، غير المقابر في السودان، شكلها يختلف. فالأهرامات كمقابر انتهت تماما. آخر هرم شيد في مصر كمقبرة 1800 قبل الميلاد. 1800 يبقى خلينا عشان ما معلش التواريخ بتبقى صعبة شوية. هنا اسمعني هقول لك. الأهرامات الثلاثة اتبنت في عهد الأسرة الرابعة. طب واحدة واحدة، أنا عاوز أفهم برضه واحدة واحدة، لكن بعد اتصال دكتور بيومي وأرجع الأمر ده لأن في ممكن يحدث عندي بعض اللبس. دكتور بيومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب معايا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا مرحبا يا فندم. الحمد لله بخير. الحمد لله. لو سمحت والله انا حابه اشارك في الحلقه. تفضلي يا فندم.
على الرحب والسعة. بشكركم على هذه الحلقة. أنا بدي أحكي إنه إحنا يعني إحنا بنتعامل مع الشعب الصهيوني أو الشعب اليهودي، يعني حتى مع كل هالتفنيد وكل هالأكاذيب، إنه شعب بيعرف إنه هو كذاب وإنه هو كل حكي وكلام كذب في كذب. يعني تطلع أنت على مستوى الحفريات، من حد الحفريات في المرحلة الأولى، يعني إيلات مزار العالمة الإسرائيلية أثبتت إنه ما إلهم آثار حول المسجد الأقصى وما في أي آثار للهيكل إلا إن استمروا الحفريات حتى بلغت إيه. هيتكلم عنها يا أم أحمد كمان بإذن الله. نعم. فهم يعني إحنا إنه بدي أحكي إنه شكرا على هذه الحلقة، إنه بتنبه الناس بتوعوهم يعني إنه هذا فلسطين ما بيأمن وما بيصدقوا إلا في إيه اللي بدهم إياه. شكرا لك. هو دائما يعني سبحان الله ولا ينبئك مثل خبير، يعني الحماسة في الكلام بتعرف. حتى أنا لما الإخوة في الكنترول لما لقيت الحماسة أردهم فلسطين بيبان اللغة بيبان الحماسة الفوارة اللي عندهم. الحمد لله أن البرنامج متابع يعني في فلسطين. وتابعينا أم أحمد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أن النهاردة وقت الحلقة مش هيسعفنا نتكلم عن الحفريات اللي حوالين المسجد الأقصى. في السبت القادم بإذن الله نتكلم عن هذه الأمور باستفاضة وبصور معانا أيضا نوضح هذا الأمر. شكرا جدا على الاتصال. أنا بس عايز أقول طيب بعد الأستاذ سامي. طيب مع الأستاذ سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ سامي. الله يخليك يا شيخ. حضرتك إن اليهود دول هم قوم أهل كفر وضلال. نعم. هم قوم أهل كفر وضلال وهم قوم تزييف الحقائق على مر العصور. فهم لما دخلوا مصر بدعوة من سيدنا يوسف عليه السلام والأسباط الأحد عشر، فعاشوا في مصر فترة من الزمن، فعاشوا فبعد إن ماتوا الأسباط وكده كرههم الشعب المصري لأنهم كانوا يعتقدوا أنهم هم شعب الله المختار وأنهم كانوا لا يتعاملون مع الشعب المصري. فكان الرجل يوصي ابنه ألا يتزوج أو يخاطب هذا الشعب، فكرههم الشعب المصري. وشكرا جزيلا. شكرا. يعني هو حتى بيقول ان يعني انا ما افهم من كلام الاستاذ سامي قضيه او فكره الاختيار عندهم ممكن تكون دي اصلا وحدها كافله انها تمنحهم من السخره، عمل السخره عند المصريين. احنا ما هو اصل السخره لما يكون ايه، لما يكون في عدد كبير واخد بالك. انا بجيب وهتكلم دلوقتي معلش يعني لما اكمل الجزئيه التاريخيه هختمها بحاجه في العقيده. فانت وقفنا عند التواريخ. التواريخ تاني كده واحد. انا بقول ذكرت الاول ان هم الاهرام الثلاثه بني في عهد الاسره الرابعه 2600 قبل الميلاد، واليهود دخلوا مصر على الكلام 1650. ذكرت بتقول اخر هرم بني سنه كام؟ اخر ما انا قلت الاهرام اخر هرم قلت الاهرام دي كانت مقابر. اخر هرم كان في عهد الاسره تقريبا 13 كان 1800 قبل الميلاد. 1800 قبل لا تاني لاني برضو عندي هنا احنا قلنا اليهود اخر هرم لا 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 واحدة من بداية التاريخ 1650 قبل الميلاد ده دخول اليهود. لا 1620 او 1650 ماشي انا بعمل على 1650 قبل الميلاد ده دخول اليهود. اخر هرم بني الاهرامات الثلاث اللي بنت 1600 انتهت 1600 قبل الميلاد في عهد الأسرة الرابعة. ده انتهى. ده بالنسبة للأهرامات الثلاثة. يعني هم كلامهم عن أهرامات الجيزة. أيوة. ما أنا هثبت لك كمان. إحنا عندنا أكثر من هرم في موجود في القاهرة. أنا هثبت لك كمان إن هم لما دخلوا إلى مصر، لما جاءوا لمصر في عهد يوسف عليه السلام كان بناء الأهرام توقف تماماً قبل ما يدخلوا ب180 سنة. أنا قلت آخر هرم اتبنى 1800. هم دخلوا سنة كام؟ 1650 او 1620. نعم. يعني الاهرامات توقف بناؤها تماما قبل دخول بني اسرائيل في عهد يوسف عليه السلام من 150 ل 180 سنه. يعني اثناء وجودهم على ارض مصر لم يبنى هرم واحد يا استاذ احمد. اثناء وجودهم على ارض مصر من ايام يوسف عليه السلام لم يبنى هرم واحد في وجودهم. يبقى بنوا الاهرامات ازاي؟ بنوها ازاي؟ ده جم لقوها. الاهرامات الثلاثه قبل منهم بألف سنه، اي هرم تاني بقى تلاقيه في الطريق واخد بالك؟ كان كل ده اخر هرم اتبنى في مصر كان قبل دخول بني اسرائيل في عهد يوسف عليه السلام قبل ما يدخلوا من 150 ل 180 سنه.
يبقى أنا يعني بيخاطبوا مين؟ بيخاطبوا جهلة، وهم عارفين إن إحنا ما بنقراش تاريخنا كويس ومش عارفين تاريخنا كويس. النقطة اللي عايز أختم بيها لأن طولنا قوي في موضوع الأهرامات، إن بناء الأهرام يا أستاذ أحمد كان عقيدة، كان أنت عارف كانوا بيعبدوا الفرعون. نعم. فأنا عشان أتقرب للإله الفرعون الإله بس ببني له المقبرة بتاعته. طب ازاي بقى بنو اسرائيل هيبنوا هذه الاشياء ها وهي كان الواحد ولم يسخر حتى المصريون فيها؟ ده في مدن اكتشفت فيها علاج العمال واماكن السكن بتاعتهم وكانوا يشتغلوا امتى؟ اثناء الفيضانات لما كانش فيه عماله بيبقى فيه بطاله كتيره بياخدوهم يشغلوهم في الاهرامات، فكان يعني وقت البطاله بيشغلوهم فيه. لا فما فيش لا يثبت او لم يثبت انها كانت بالصخره او ان في اجانب. وعلى رايك ما فيش واحد كده زي ما بنلاقي دلوقتي جه كده حفر على حجر من حجارات الاهرام كلمه بالعبري او قال حاجه تنسب لهم حاجه تنسب ليهم. نعم. فلا يوجد. فهذا يا استاذ احمد تزييف للتاريخ، تزييف للجغرافيا، سرق لحضاره الامم الاخرى. وانا بس بقول للاخت ام احمد اللي تصل من فلسطين، انا يعني ارى ان كلمه شعب صهيوني اللي انت قلتيها كبيرة عليهم قوي، لأن لا ينطبق عليهم كلمة شعب. طيب نقول تاني باختصار شديد جدا أن الدكتور رد على هذه الشبهة، والجميل جدا زي ما قلنا قبل ذلك في الحلقات الماضية أن الدكتور لما بيجي يرد مش بيرد أن احنا من وجهة نظر نحن كإسلاميين أو كمؤرخين عرب، لا ده بيرد من كتبهم ومن جعبتهم ومن كيسهم ومن كلام أحبارهم وكتابهم. لو كان الهرم باختصار جدا بعيد عن التاريخ بعيد عن الجغرافيا، هم بنوه الأهرامات دي شيء عظيم جدا بلا خلاف، كانت ذكرت في كتب التوراة لكن لم تذكر في كتب التوراة. والدكتور بيتحدى بقول هاتولي فقرة واحدة في أي سفر من أسفار العهد القديم أي من كتاب التوراة تثبت أن اليهود هم بناتوا الأهرامات. طبعا دكتور يبقى كده قضينا على هذه الفتنة بعد ما حضرتك ذكرت أيضا بأن الجغرافيا تكذب ذلك والتاريخ واللغة العبرية في النص واللغة العبرية في النص الوارد في سفر الخروج يكذب ذلك. وزي ما قلنا لهم كان بيبنوا الأهرامات لما لو كانوا هم تشتتوا في الأرض بعد ذلك كانوا حتى لو راحوا في أي مكان بعد كده كانوا بنوا هرم من الأهرامات هذه، لكن ما شفناش هرم بني على أي مكان في العالم على أيدي اليهود. طيب انا في اسئله موضوع لفائف البحر الميت، وعندي موضوع باب المغاربه ده تاخد معانا وقت قد ايه؟ لا الباب اللفائف ممكن يعني نؤجلها لانها فيها كلام كتير. طيب انا كان في بعض الاسئله باب المغاربه ممكن. طيب انا ممكن اجل اللفائف وموضوع الحفائر الموجوده في فلسطين تحت المسجد الاقصى الحلقه القادمه، وبعض الامور متعلقه بالمسجد الاقصى لاخواننا في فلسطين ان شاء الله هنهديهم بهذه الحاجات الجميله باذن الله في الحلقه القادمه. لكن كان في اسئله وردت الى دكتور بتسال من هو اليهودي؟ واحد بيقول لك من هو اليهودي؟ اليهودي الذي يعتنق الدين اليهودي. الله. بس باختصار كده؟ بس. من هو النصراني او المسيحي الذي يعتنق الدين المسيحيه؟ طيب لان في بعض الكلام بيقول لك الطفل الذي يولد من ام يهوديه انت يعني بالنسبه لهم هم عشان بس في التقسيم يا يعني. استاذ احمد لغايه النهارده لم ده هم عملوا قانون اول ما في بدايه قيام اسرائيل عملوا قانون من هو اليهودي. فوصلوا قال لك ان اللي امه يهوديه تمام. ان اللي امه يهوديه، اما اللي ابوه يهودي. انما انت النهارده بنقول من هو اليهودي زي من هو المسيحي من هو المسلم الى اخره، لكن بالنسبه لتعريف اليهودي عند اسرائيل هو المولود من ام يهوديه. طيب حتى ولو لم يعتنق اليهودي ام يهودي. نعم. بعض الناس بيسال بيقول هل يمكن ان نعتبر اليهود امه؟ ما احنا نشوف يعني احنا بنقول الامه خلاص او الشعب زي ما قالت الاخت ام احمد من شويه أو نرجع لتعريف هذه الاشياء. يعني لما جينا احنا بندرس في التربيه القوميه زمان يا زمان ايه الامه؟ يقول لك ان يكون ليها أرض تعيش عليها، لها تاريخ مشترك، لغة مشتركة، تمام؟ تعال نشوف دول ينطبق عليهم ولا لا. يعني بقول لك ارجع للموسوعات العالمية اعرف معنى أمة إيه أو معنى شعب إيه وطبقوا عليهم. لا ينطبق عليهم لا أمة ولا هل دول ليهم تاريخ واحد؟ لا. لسه بيقولوا بيحاولوا اليهود اللي كانوا في الأندلس اليهود اللي في الأندلس لهم تاريخ عن مختلف عن اليهود اللي كانوا في العراق
عن اليهود اللي كانوا في مصر، عن اليهود اللي كانوا في أوروبا، عن اليهود اللي كانوا في أفريقيا. إذن ليس هناك تاريخ مشترك. هل لهم أرض مشتركة؟ لا، ما عاشوش على أرض إيه مشتركة. إحنا أهو زي ما إحنا شايفين. هل لهم لغة مشتركة؟ تقول لي اللغة العبرية؟ لا، اللغة العبرية لم تكن لغة مشتركة لليهود على الإطلاق إلا بعد أن فرضت رسميا بعد قيام دولة يعني إسرائيل. كل فرقة في كل مكان بتتكلم لغة النهاردة. يعني غير أنها كانت لغة النصوص الدينية اللي بيصلوا بيها. يعني النهاردة ما أقدرش أقول أن اللغة العربية اللغة الرسمية الإندونيسية، تمام، رغم أنهم مسلمين أكبر دولة إسلامية. أو الباكستان كله بيصلي باللغة العربية، بيقرأ القرآن باللغة العربية، بيدعو باللغة العربية، تمام. لكن هكذا اليهود في كل مكان كانوا بيصلوا باللغة العبرية، لكن هل يتكلمون اللغة العبرية؟ لم يحدث على الإطلاق. لا، بالعكس، ده يهود ألمانيا ديهم لغة اسمها اليدش. اليدش دي خليط، يعني تكتب بحروف عبرية ولكنها خليط بين اللغة العبرية والألمانية في القواعد والأمور. اليهود في العالم العربي كان لهم لغة بيسموها الجداي وأرابيك أو اليهودية العربية، تختلف عن اللغة العبرية اللي احنا بندرسها أو اللي احنا بيكلموها دلوقتي. إذا ليس لهم لغة واحدة ولا تاريخ واحد ولا أرض واحدة. أجي أقول أمة وشعب كبيرة عليهم المصطلحات دي؟ ده كده أنا بهين الأمة والشعوب الأخرى اللي لها حضارة، لها تاريخ، لها لغة، لها دين، لها عادات، لها تقاليد. لا، النهاردة عادات وتقاليد ما لهمش عادات وتقاليد واحد، حتى التنوع الجغرافي. يعني ممكن تلاقي العادات والتقاليد داخل مصر فيها اختلافات من اسكندرية لأسوان حسب البيئة، التنوع. إنما دول يعني عادات وتقاليد متعارضة تماما، ما فيهاش اتفاق. إذن أنا أرى أن مصطلح أمة لا ينطلق على هؤلاء الأفراد. تقول لي هنسميهم إيه؟ سميهم زي ما أنت عايز. ما هو بعض الناس بيقول، طيب سؤال تاني بيقول، ممكن نقول أن اليهود دولت عرق؟ عرق لا أولا يا أستاذ أحمد، لا يوجد عرق على وجه الأرض صافي. لا يوجد عرق على وجه الأرض صافي، يعني دول إحنا بنقول أصلهم سامي. تمام، وإحنا أصلنا سامي. ما فيش واحد فينا يقدر يثبت ان هو لم يختلط دمه بدم الاعراق الاخرى من ايام سيدنا نوح لغايه النهارده، مننا احنا المعاصرين. نعم، انا بتكلم عن الامم المعاصره. فدي خرافه ان انا اقول النهارده انا عربي دلوقتي. طيب صح ولا لا؟ ايه لو رجعنا شويه في للنازيه في المانيا، كانوا عملوا سلم اسمه السلم العرقي، وكان وضع اليهود في مرتبه من هذه الدرجات السلم. يعني قالوا النازيه في المرتبه العليا. نعم. وبعدين شويه لحد ما وصل بهم للمرتبه الدنيا اللي هو اليهود. ده مش ممكن يكون اعتراف من الغرب حتى على الاقل ان اليهود عرق؟ ما هو الـ 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 يعني الفكره ديت اصلا ليست قاصره على اليهود، عفوا، ليست مقصورة على اليهود. نعم، ليست مقصورة على اليهود. الفكرة هذه موجودة في عند النازيين، موجودة عن كثير من، وموجودة النهاردة في التعامل الأوروبي والأمريكي معنا. بيعتبروا نفسهم عرق أرقى من العرق العربي. دي موجودة. لكن أنا بقول لك لا أنا ولا هم يعني نقدر. إزاي لما أقول العرب فتحوا مصر، تمام، وحصل تزاوج بين المصريين وهم من جنس يختلف عن جنس العرب او من عرق يختلف. انا اقول لك انا فعلا محمد جلاء، انا اصلي عربي الحمد لله، من انا عارف جذوري كويس خلاص. لكن جدي، واخد بالك، اللي واحد من نسله جه مصر خلاص، اتجوز مين؟ بيتناسل مع شعب مصر؟ يعني الكلام ده مرفوض. الكلام ده مرفوض علميا يا شباب، علميا. في السؤال جانا برضه بمناسبه التصنيفات والعروق والامه والبشر، بعض الناس بيسال هل ايه هو الاشكنازم والسفرديم؟ اشكنازيم وسفرديم. اشكنازيم دي كلمه اشكناز وردت في العهد القديم على انه حفيد من احفاد نوح عليه السلام. نعم، تمام. ووردت أيضا في العهد القديم على إشارة على اسم شعب من الشعوب. لكن في العصور الوسطى أطلقوا كلمة إشكناز على ألمانيا، سموا ألمانيا إشكناز. ثم ده التطور الدلالي للكلمة، أصبحت كلمة إشكناز تطلق على كل يهودي جاي من الغرب.
نبدأ من الأول. اشكناز حفيد من أحفاد نوح. نعم. من أحفاد نوح. ثم وردت في العهد القديم على أنها اسم لشعب. لكن أطلقها اليهود في العصور الوسطى على ألمانيا. ألمانيا اشكناز. فأصبح اليهود الألمان الاشكناز. ثم أصبح كلمة اشكنازيم جمع كلمة اشكناز بالعبرية تطلق على كل اليهود اللي جايين من الغرب. سفارات ده اسم الأندلس. يعني ده تطلق على اليهود الغربيين اشكناز. تمام. سفارديم أو السفارات اللي احنا بنقولها أو السفارديم بالعبرية من سفارات. سفارات اللي هي إيه؟ الأندلس. الأندلس تسمى بالعبرية سفارات. خلاص؟ تمام. فاليهود اللي كانوا عايشين في الأندلس هم السفارديم. تمام؟ أصبح برضو بنطلق كلمة سفارديم على كل يهودي يأتي من البلاد العربية أو الشرقية. طب هل سفارديم زي صبرديم يكون اسمها كلمة سفارديم؟ لا لا صبريم أو صبار. لا 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 صبار دول الجيل الإسرائيلي الذي ولد في فلسطين من المهاجرين اللي جم عند قيام دولة إسرائيل أو قبل قيام دولة إسرائيل وولد في إسرائيل. الصبرة اللي بيسموه الصبرة صبر. أو صبار. وده ليه؟ لأنهم شداد وبنية فأدوهم التسمية ديت أو من نسبة لنبات الصبار في القوة فلكن لا السفارديم غير الصبار أو الصبرة. السفارديم نسبة إلى سفارات اللي هي أسبانيا أو الأندلس وقتها وأصبحت تطلق على كل يهودي يأتي من المشرق بوجه عام. يعني بخلاصة نقدر نقول الأشكناز هم اليهود الغربيين والأسبرديم اللي هم اليهود العرب أو اليهود الشرقيين بصفة عامة والصبرديم أو الصبرة دول جيل من أجيال الإسرائيليين في العصر الحديث ولد في فلسطين أو ولد بعد قيام إسرائيل. الوقت الحال انتهى لكن كلامنا عن الأسئلة اللي جت إلينا لم تنتهي بعد. سؤالنا إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة عن لفائف البحر الميت، هل ستسمح إسرائيل بنشرها فيما بعد وإيه أهميتها عند إسرائيل؟ ويتكلم أيضا عن باب المغاربة وعما وصل إليه بعض اليهود الآن من قبل هذا الباب وعن الحفريات التي يعني تقام هناك حول المسجد الأقصى وعما يراد بها وعن أين منظمة اليونسكو من كل هذا الكلام. كل هذا نرد عليه بإذن الله في الحلقة القادمة مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية. شكرا لك دكتور على هذا الحلقة. مشاهدي الكرام أشكر لكم أيضا المتابعة. تصبحوا بخير. السلام عليكم. لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة تاريخهم مجد عريق راجعوا يوم من العفو الكريم وموقف لم ينسه التاريخ يوما فاحفظوا. بمناسبة مضي عام على الثورة المباركة تهديكم قناة الرحمة هذا اللقاء الماتع بعنوان احذروا الفتن واحفظوا الوطن مع كل من